عفيف بوران. انتو بتعرفوا بعض انتو؟ انا اللي بعرفه. لك يخرب بيتك من حالك، كل شي في حيلتي مصاري قشطني هون. هدول الجماعة ما في بحيلتهم شي، ما معن ولا الوتا، كم صفرين على الخالص. مدام عفيف اللي قدامك غير عفيف اللي بتعرفيه. هل انتو بتعرفوا بعض من زمان؟ علاقة قديمة. ايه بدي اكلك بلا ملح. شفيق بديع وين هربتو؟ ولا شو جابك لهون؟ اخذتك بهي هلا جيب اجا امي. شو يا رجال هاي؟ قوم تعمعي مشي اوكي تعال. عينك بالصوب يا امي تعال. تعال شو تعي يا قطة تعي. أنا بهلك شوي 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 شوي. لا تخافي مثل غزة الدبوس. طلعنا برا. طلع عم تضرب هاي؟ عم تضرب؟ إذا رجال طلعنا برا. هي الثاني. شفت ليش حبيته بابا؟ قتل خمسة بقاسيون. يبليك بقتلك بليلة ما فيها ضوء قمر وتقوم اطفئ الكهرباء. إلهي سيدي مولاي. مدام بوران أنا تبت وتبرعت بكل مصرياتي للوقف. لأنه مصاري اللي نفضك تتبرع فيهم للوقف. إذا صحي ضميرك الوقف مو بحاجتك. أنا كنت مفكر رجع لكم ياهم، بس لقيت إنه هدول المصاري إجوكم نتيجة نصب واحتيال. فشرت بنص عينك واحد مثلك نصة. فشرت؟ شو نسيتي اني انا عامل الصفقات بايدي ولا بتحبي ذكرك؟ اول 50 مليون جيارتي. كمان هدول نصب. انا كنت بدي رجع لكم ياهم، بس فكرت شوي لقيت انه هدول المصاري هن الراس مال النصب والاحتيال. هذا اولا. ثانيا صرفتوهم حق مشاوير وسيارات وخلافه، يعني بعزقتوهم. بس انا لما تبرعت فيهم طلبت المغفره باسمي وباسمكم ليكن لك فكري. الله يقبل منا جميع. قولي امين. كتر خيرك ما نسيتنا. عمي خلصونا هلا بتسكر المحكمه. مشي. ايه ايه منال ابي اطلع البنطلون. خلصونا. شرفوا الحكي كلياته ما بفوت بمخي. عفيف جيت لهون مو صدفه. شو لكان؟ بحيلة منال جاي يشوفي. لك شو بدها يشوف فيني؟ لسه حاطك بباله حبه ما فرق. ابو طمزه بلاها الولدنة بلاها. اذا بيجي لهون انا بارجي بدي خردقه. لك لا تخردقه ولا تشردقه. شفيق وبديع تشرشحوا شرشحت الكلاب لما حاولوا معه. انا بعرفك انك معجبه فيك. لساتني انا مو معبي عينك، بس انا اليوم بدي اعبيها لعينك. كتير؟ كتير. قديش؟ هلا بتشوفي قديش؟ يعني بتقدر بيطلع معك؟ لك انا اللي بيطلع معي، هلا بتشوفي. ها؟ شو بدك تعمل؟ بدي جيب الطبنجاية تبع جدي. قولي بالطبنجة؟ ايه بالطبنجة بدي اوصل. هلا هذا اللي كان بده يطلع معك؟ لا تجن. جنيت وخاف انا. قولي قولي قولي. هلا بتشوفي شو بدي اسوي. قولي بتشوفي شو بدي اسوي. قولي قولي هلا هي الطبنجة مثل الفرد. جيت البيزي جيت الكاسية. بدي عبي له الدبة تبعه خردق لعفيفة. بديع قوم شوف ابو طمزة قوام. جمال عم يدك الطبنجة بده يوصل عفيف. ما بقدر. العمى بعيونه بيعمل جريمة قتل. لك لسه ما سمع سمعها باسم عفيف. مدري شو صار له. انا يلي راحت ساروتي ما انحمقت مثله كل الهيل. ايه مرت عمي بكون خايف على ساروتو. ساروتو من اللغة ما بيملك نقلة. انت ساروتو مرت عمي شبنا. لك قوم بديع. ما بقدر. لك قوم. ما بقدر. خليك قاعد مع مرتك رح اروح شوف شفي. لا خلص حبيبي بدي خلاص عم تجي
يعني حط لك مرهم يمكن ما بقدر. ابو طمزه كلهم كم سنه يا دوب البقيانين لك، مو محرزه تقضيهم بالحبس؟ بدي احرق النفس تبعه. لك حاجه الدكه حاجه هلا بتفقع بايدها. بدي دكه للبقبوقه، بدي خلي الضرب يفوت من قدام يطلع من ورا. من ورا ولي بقبوقه؟ شو رايك ابو طمزه تخلي واحد يقوم بهالمهمه غيرك؟ جربناه اكلوا قتله. مو انا هو كذاب، هو مو انا، انا طلعت له بالسيخ وعملت له لا بديع ولا شفعي. جوزها مو جوزي. لا جوزك مو جوزي. ايه لك عن مين؟ هاني منخبره انه منال اتجوزته لعفيف، ما بيحل عنه ليخلص منه. اجدباب يعني بعطيه الطبنجه؟ لك لا هيك بصير شريك احسن تقعد ما تصيبه لعفيف، بياكلك بلا ملح. لك انا ما صيبه؟ لك انا عشت الكبريته بسيبه، انا اذا حطيتوا لي ابره بسيبه. بدك يعني هذا الشنتير اللي طوله مترين ما صيبه؟ لك هذا الشنتير اذا بتحطه على بعد 200 متر وبتغمض عيونك، لك شلون ما قوصت تجي تضربي فيه؟ بعرفك ما بتبهر بس تحكي ابو طمزه. انا ما عم بهر، ابو طمزه ما بيبهر. ايه بهرت وكترت، شلون بدك تصيب خرم الابره؟ شو قناص ولا فناص؟ حطوا لي علامه لخليكم تشوفوا بعينكم. لك مصدقينك، نحنا مو انه مو مصدقينك. هلا قوي عصاك، اقنعوه يا بنات حاكوا. لك ابو طمزه حيوانتك بلاها. عمي جوز امي الله يوفقك بلاها. بدي خليكم تشوفوا بعينكم. لا ترد عليهم، لا ترد عليهم، انا ما بصدق لحتى اشوف بعيني. ولك خلاص خلاص مصدقينه بدون ما اشوف. لك اتركه بقى، يعني ضروري هالاستفزاز؟ ايه مالك شايفه شلون عم بيقض علينا؟ قال خرم الابره بحياته مو مقوص ضرب. هلا بتشوف بعينك. ابو طول هلا ابو طمزه بلاها. لك شو حتقولي شو؟ لك يا جدبان لا تخافوا، ما بتعرفوا على دير الهنيه، دير الهنيه قبلي. لك تعزم على فسعة دير هلا برميه شوفي. انو برميه؟ تعي بعث لك قتله. ابو طمزه كله فاضي، انو برميه بدك؟ هذا الاخضر قربي لي النص بدي نشن عليه. ايه على راسي. اي انا شوف منيح بنقضي باب معي من هون منيح ماشي عليك. لحظه من فضلك وقف تقول لك نحن ما اتفقنا على برميل، نحن اتفقنا على خرم ابره. الابره ما بقدر اشوفها، حطوا لي شغله قد الابره تنشاف معي. عمو عمو ليش حال هالشكل؟ انا هي اللي على راسي. اوعى ابو طمزي اوعى وليك، هلا بدك قمليز. ايه بس نحن ما اتفقنا على الشكله، نحن اتفقنا على خرم ابره. هلا الشكله هالعده ما اتفقنا عليها. مش خلصنا بقى، مرق له اياها هالمره. طيب ماشي الحال ماشي الحال، بس انا لحتى فرجيكم انه عم بيض ويكش. لك بلا يكش بلا يمش، خليه يضرب الضرب على البرميل قبل ما يجي عفيف ويرتكب جريمه دمه فايح. خلاص ماشي، حطوا له الشكله، حطوا له الشكله. عمو وين بدك حطه؟ اي خلصيني بقى، هاتي الشكله لشو؟ شايف الشكله ابو طمزه؟ طلع فيها مين؟ ليك هون ها، شايفها من هون؟ وين هالشكله؟ لك ليك على البرميل مالك شايفها؟ ارجيني لشو؟ ايوه هلا 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 بانت معي. ها بعدي هيك بدي اقوس. ها هلا قوس. بدي ارجيكم سرعه واطلاق سوا لحتى تعرفوا ابو طمزه مو لعبه. واحد اثنين. طمزي فحط طبنجة بايده، كان بده يقوصه. ما في شيء ما في شيء، جرح بسيط. ليك جرح بسيط، دمر
شو تسع فوق عم بده يقوصك؟ هلا برجوع. الله لا يرضى. مو إلك إله. لو كان قوصك كنا خلصنا. راح ابو طمزه ما؟ دير بالك ثاني مره جعان. جعان كثير. لك شو قصتكم بهالحاره؟ بروح وبيجي بلاقي واحد ملقح بالارض، شو قصتك يا اخي؟ مرات من جنب حيط، قال لي شوف الحمامه. قام ورجاني شو منظر. اكيد هذا الحيط، اكيد هذا هاني، فكرك عفيف. وانا شو دخلي بهالقصة؟ شو دخلها؟ هذا هاني بيحبها لمنال، خربط فيه. قوم يا اخي قوم، قوم لوديك على المستوصف. يا مهلا. لك قوم. إذا سألوا عني قول لهم هلا برجع. الله يوفقك يا عفيف ويكتر من أمثالك. أنا الخرطوش تبع الفرد شيتك. إيه ما عاد يقوم بشارد إذا قام. ليش شو عملت لهم؟ ورجيته الحمامة وبنص راسه وبالعصاي. لك برافو عليك، فحل ابن فحل، طول عمري بقول عليك رجال. إيه لك منال ما حدا بياخذها غيري أنا لو بدي روح 20 قتيل، لك أنا هاني مو حي الله. أنت مو 20 واحد بدك تروح، أنت بدك تروح 100 لأنك بهيم. ليش هيك عم تحكي معه؟ حط حالك محله، الولد والآن عشقان نايمان. لو أنا محله بحط رجلي بظهره برفسها رفسه بجيبها برا، مو بروح بقتل الشب مثل طربون الحبا. هلا عفيف مثل طربون الحبا؟ ايه طول وقامه ونباله، مو مثلكم وريها على عيونكم صفي دمي وانتوا واقفين. لا يغرك تصرف عفيف، انت بتعرفه بيعطيك ابره بياخدها مسلة، لك نسيت شو عمل فيني؟ بتستاهلي لأنك كنتي طمعانة فيه. على ايش طمعانة فيه؟ ما كان حيلته النقلة. طمعانة بصحته وشبابه، مشان هيك هو مثل طربون الحبا. كان مثل طربون الحبا قبل ما هانك يصفقه على راسه. ولساته لأنه هاني صمت واحد غيره. وعطوا بالكم ها، عفيف بحمايتي. لك مو قبل شوي كنت عم تنتخي وبدك تقوصه؟ قبل شوي كنت حمار وهلا فتحت. يبعت لك قتلك الزيت بالشباب، حمار ما بتعرف تضرب ولا شيء. لك انا هاني وبضل هاني وبكره بتشوفي. روح إليه. قال ما عاد يقوم بشهر، قال هذا اذا قام.